بونسوار يا أحلى عالم. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم وخاصة بالمدارس، لازم يعرفوا الأولاد والمعلمات والإدارة وكل الناس والأهل كمان، اللي هو التنمر. شو هو التنمر؟ تنمر أو نستقوي على غيرنا أو نرهب غيرنا، له مسميات كتير بس بيندرج تحت التنمر. رح نحكي عن شخصية المتنمر. عادة المتنمر هو شخص ما بدنا نقول عليه كلمات انه شوي قاسي، رح نقول واللي هو المنظور العلمي لإله انه هو عنده بيكون يا نقص بالعاطفة يا نقص بشي بده يكمله بالشخص الآخر، او بده يحطم الشخص الآخر لحتى يحس حاله انه هو ما عنده هيدي المشكلة. وعادة بيكون عنده نقص بالعاطفة، اوكي، فبيحاول يشوف اي شخص تاني عنده كمل حياته بهيدا النطاق، فبحاول انه يحطمه علشان يحس هو بالانتصار. وعادة المتنمر ما بيكون لحاله، بيعمل اصدقاء يتابعوه، يعني متابعين بيقولوا او بيلحقوه، بيكونوا اضعف منه، اوكي، فبصير بحاول يجرهم معه لهيدا الشيء طبعا الغلط. اوكي، نحن كتير 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 مهم لازم نفهم اول شيء يلي عم يتلقى التنمر انه ما في اي شيء غلط فيه، بالعكس هو شخص محبوب، هو شخص عنده اشياء المتنمر ما عنده اياها. فاذا النقطه الاولى اللي صار عليه التنمر هو شخص منيح، هيدي اول نقطه. لكن ما في يوقف ويسال حاله ليش انا، هيدا السؤال لانك انت احسن. اوكي، انا بحس كتير بشفقه على المتنمر، او ما بدي اسميها شفقه، بحس بحزن وبحب ركز عليه كتير منيح وخلي الاهل يلي بحسوا او بيسمعوا اي شكوى على ابنهم او على بنتهم انه هن متنمر او متنمره، هيدا alarm، انتبهوا، alert، في شي غلط لازم ننتبه، نحن وين منقصين على هيدا الولد ليصير متنمر. لما منحد من التنمر ما بيصير عنا هيدي المشاكل. اوكي، هلا يلي صار عليه التنمر شو بننصحه؟ اول شيء لما بيجي هيدا الشخص المتنمر ومع الجروب تبعه او لحاله بيجي بيقول لك شيء مش منيح، اوكي، وعلى الارجح بتكون هي gossiping، يعني اشاعات، بيطلع اشاعات، بيقول كلام اكيد منه صحيح، بيجيب اسرار مثلا من البيوت بيكون هو بيعرفها وبيصير ينشرها، وهيدا كتير خطر. بنكون وقعنا بشغلتين اللي هي افشاء الاسرار، بنكون وقعنا كمان بالمحرمات، هيدا بنعتبرها. يعني دائما لازم نعود اولادنا لما بفوتوا على بيت صمم بكم لا ادري اي شيء، بطلع من البيت ما شفت شيء، هيك بنكون عم نعلمهم قصص كتير منيحه. لكن اللي وقع عليه التنمر شو بيعمل؟ اول شيء عنده طريقتين، ممكن اول شغله يعملها انه ما يرد عليه ويروح يتجاهله، اوكي. هلا اذا كان في اذى جسدي يهرب، شو بيقولوا باللبناني؟ الهريبه تلتين المراجل، اوكي، لانه المتنمر بيكون عاده عنده بنيه قويه، فهو بحس حاله انه اقوى، والقوه ابدا مش هي بالبنيه، القوه بالعقل، اوكي. سو شو بيعمل؟ بيتجاهله وبيمشي، بيروح لعند اول استاذ او معلمة او مدير. يمكن الشخص الاول ما يسمعك، ما تيأس، روح لعند الثاني، استمر لغايه ما تلاقي حدا يسمعك ويحس معك ويعالج الموضوع. ثانيا مفروض تروح تخبر المعلم اللي بالصف، لان لازم تعرف انه في حدا بالصف معك عم يعمل هيك. ثالث شغله لازم تروح لعند الاهل تحكي معهم وتصارحهم. الاهل دائما بيوقفوا مع الولد، اوكي، ومع البنت باي حال من الاحوال رح يستمعوا له، وما تخاف اذا عصبوا او قالوا لك اي شيء ابدا، خليك انت وصل رسالتك لانه كثير مهمه انها توصل للاهل. وبتمنى على الاهل انه يستمعوا كثير منيح لابنهم يلي وقع عليه التنمر عشان يقدروا يحلوا الموضوع. شغله ثانيه للي وقع عليه التنمر بيقدر يحلها كمان، انه يجاوب، بس ما بدنا ننزل لنفس المستوى ابدا، لانه لو نحن تنمرنا على المتنمر صرنا بنفس النيفو، نفس المستوى. نحن شو بنعمل؟ بنقول له بليز كلامك مؤذي،
ما بدي اسمع هيك تاني. اوكي بليز، كلامك مؤذي، ما بدي اسمع هيدا الكلام تاني. المتنمر ممكن يعتبر هيدا انه ضعف، بعمره الاحترام وبعمره الرجولة ما كان الضعف، بالعكس انا فيي لما عصب كسر وصرخ وسب، هون بكون انا قوية؟ ابدا. سيناريو تاني، صار في شي عوامل خارجية ونرفزتني. I control my feelings, I control my anger. بحاول سيطر على احاسيسي وانفعالاتي. هون انا اتميز عن الشخص الاخر بانه عندي وعي وبانه انا بقدر اني سيطر على ردة فعلي. اوكي؟ سو لكينا شو عمل اللي تلقى التنمر؟ راح لعند اول استاذ بشوفه، راح على الادارة. هون المتنمر، واو، يعني انت عم بتروح تشكي عني، يعني انت the crying baby، او انت الوشاي بيقولوا، او يلي بيوشي بفسد. ابدا، هيدي طريقة بيستعملها المتنمر لحتى يستفزه ولحتى يهدده، نوع من التهديد للي وقع عليه التنمر. ما تسمعه ابدا، انت مش رايح تخبر اللي صار معه ببيته، لا هيدا بيعتبر حرام. انت رايح تخبر انه وقع عليك الاذى. Sometimes اوقات بيجوا الاهل وبيقولوا لك ولاد عم يمزحوا، خلينا نبين وين المزح وين التنمر. وتشز هي بتكون واضحه، بس دائما الاهل بيحاولوا انه يعملوا ديفنس، دفاع عن اولادهم، لانه بيعتبروا انه اولادهم احسن شيء بالعالم. ان شاء الله يكونوا احسن شيء، اكيد اذا ربيتوهم منيح رح يكونوا احسن شيء بالعالم، وانا بتمنى يا رب كل اولاد العالم يكونوا احسن شيء عشان يكون في جيل كتير 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 منيح ورائع ويركز على اشياء تهمه وتهم المستقبل. anyway شو كنا عم لكينا، شو هو الفرق بين التنمر والمزح؟ اوكي، لانه مثل ما قلت لكم الاهل بيكونوا عم يعملوا ديفنس على اولادهم، دفاع انه هن مش متنمرين. المزح يتطلب شخصين او مجموعه من الاشخاص، شخص عم بيقول نكته او عم بيقول اي فكره، الشخص الاخر لازم يكون مبسوط او عم يضحك او متقبل الفكره. اول مره شخص ما حب الفكره وكان مضايق، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة تكررت، وهيدا الشخص يلي عم يتلقى التنمر منه مبسوط. يا متنمر انتبه انه هيدا منه مسح ولاد صغار. اوكي، لما بيكون في اشاعات، لما بيكون في مس لكرامات، لما بيكون في مس لدين او لبلد، هيدا يعتبر تنمر. ربوا ولادكن انه ما يتناولوا مواضيع كتير اكبر منهم. يعني انا بفهم انه الاولاد يكونوا عم يتخانقوا على قلم، على شوكليت، على نكته، بس ما بفهم ابدا انه باعمار صغيره يتناولوا مواضيع كثير خطره. يا جماعه انتبهوا بليز كثير على بيوتكم، ببيوتكم شو عم تحكوا قدام الاولاد. لما بيكون في جارتك او بيكون جارك او بيكون صديقك بالعمل مأمنك على سر او هيك شيء ببيته ما حدا غيرك بيعرفه، بليز ما تنقلون لاولادكم، حرام تروحوا براءه اولادكم. خلوهم دائما الاولاد عندهم مشاكلهم الخاصه يعرفوا يحلوها مع بعض. انتو كأهل مسؤولين قدام الله وقدام المجتمع عن طريقة تربيتكم للولاد. في نقطة كتير مهمة، الأهل تبع المتنمر وعي يفكروا انه هن لما يعلموه يستفز رفقاته انه هيدا شيء قوي، ابدا، لانه دايما التربية بترجع للأهل. اول حدا رح يتنمر عليه الولد بعدين لما يكبر هو انتو. شوفوا كيف بتربوا ولادكم، ويا رب الله يهديكم ويهدي ولادكم ويهدينا ويهدي ولادنا جميعا. باي.